مشاهدينا الأعزاء، مجموعة من الفقرات تتواصل معكم عبر صباح الشروق. أحمد، يعني تخيلتك تعمل مقدمة كده كبيرة للموضوع اللي قدامنا ده، لأنه أربع خلاص الموضوع يعني حلويات حلويات حلويات. تخيل فجأة كل الكلام طر. في هذه المساحة نحن أيضا نسعد أن نستقبل ضيفة معنا داخل الأستوديو، مها الرشيد، صاحبة مشروع يعني صناعة التورتات بأشكال ما أدري أقول غريبة، لكن أشكال بتفاجئ الزول. يعني إحنا الحياة دي لحد وقت قريب كنا بنشوفها فقط في السوشيال ميديا، يعني لكن ما كنا متخيلين انه فعلا ممكن تكون موجوده في الاسواق السودانيه وفي متناول يد الجميع، وممكن نحن نطلب بعد ذاك نقعد نتمنى والله يدير لي التورته شكل كده، يعني على حسب ما انت عايز. تورته شكل شطه، تورته شكل شطه زي ما معانا حاليا. انا ما اعرف الطعم حيكون كيف بعدين، حيكون شطه. احنا نسال ست القصه طوالي. مها صباح الخير. صباح لبيك. النور، اهلا بك، كيف حالكم؟ مرحبا بك في قناه الشروق. اهلا بكم وشكرا لقناه الشروق لاستضافه الليله. أنا مها الرشيد، صاحبة مشروع ماريا للخبائز والحلويات. اللي يجيب لكم شطة تولعوا كده لنا. فكرة إنه التورتة دي تكون في شكل حاجة، الموضوع ده أنت يعني شنو الاستهواك فيه يعني، أو متين بديت تفكري في الحاجة دي؟ والله أنا من زمان بحب الفنون والرسم والحاجات دي، فكان في التلفزيون قبل فترة في برنامج من أمريكا بيعملوا تورتات بالطريقه دي، فانا الفكره كده عجبتني شديد، فبدات افتش في الموضوع. بعد ذاك لقيت لي كورس كده بتاع مبادئ فخشيته، وبعد ذاك بيوتيوب بهنا الزر الحمد لله وصل للمرحله اللي احنا فيها دي. هم بيتابعن طبعا، الموضوع صعب يقدر يسويه بسهوله ولا مجهود والله كبير؟ صعب كان صعب في المدى. صعب يعني انا امبارح اليوم كله في الفلفليه دي ولا في الشطه دي، فبتاخد زمن يعني بتاخد مجهود كبير من الزول عشان تطلع بالطريقه دي. طبعا يعني بتدخل فيها احنا بنتكلم عن حاجه شكلها شويه غريب، لكن كل المواد المستخدمه فيها هي يعني مواد صالحه للاكل، يعني أيوة ما فيها مشكله. أيوة كلها بتتاكل، ما فيها حافظات او ما فيها حاجات ممكن تكون تسبب مشكلات. انا عشان بشتغل من البيت فبنحاول نبعد من المواد الحافظه والمحسنات حتى بتاعت الكيكه وكده، فبتكون كلها مواد زي ما بيقولوا من البيت، يعني تحس ان الحاجه دي عاملاها لك الوالده كده ولا أيوة. ما بندخل محسنات، واي حاجه بتتعمل في التورته لازم تكون بتتاكل في النهايه. وصل لوين المشروع الان؟ طالما هو شغل من البيت، كيف دعم الاسره للمشروع وكيف الفعاليه بتاعته ومشاركته لك برضه؟ والله داعميني بصوره كبيره، بس يبعدوا لي من الثلاجه. ده اكبر دعم بالمناسبه ممكن يكون موجود. الثلاجه منطقه محظوره في البيت. لا لازم يعني عادي بكتب لهم ورقه كده ان يا جماعه ده مش الحاجات دي بتكون قاعده في الثلاجه. فيعني الحمد لله دعموني، والله دعم كبير شديد لهم الشكر ان شاء الله. صبروا والله. طيب هي يعني النوع ده من الاغذيه بالنسبه للعالم كله ما جديد، يعني بالنسبه للسودان احنا ما يعني ما كنا متعودين عليه، يمكن بنشوف السوشيال ميديا بشكل كبير لكن بنتفاجئ لما نلقاه على ارض الواقع. فعلا وتخيل لي الابهار مش في انه يعني دي تورته شكل شطه، الابهار انه عملتها ربة منزل، عملتها زولة في البيت، يعني ما مصنع كبير، ما شركة كبيرة، ما ناس عندهم أجهزة ومكانات وعندهم ناس متخصصين في الموضوع، زولة واحدة عملت الحكاية دي بالضبط كده. فكده يعني كيف الحكاية ذاتها بتتم كيف، يعني مما تبدي تفكر فيها لحد ما تصل المرحلة دي؟ طبعا التفكير فيها ده النص، يعني أنا وصلت لقيت الفكرة خلاص كده تعتبر انتهت يعني. فبعد ذاك بيتعمل الكيك، بيتقسم على حسب الطريقة اللي أنا عايز أعملها، أو زي مثلا الشكل بتاع الشطة ده، فبضطر إنه أنا أنحت الكيك على شكل الشطة. بعد ذاك بتتغلف يعني بالكريمة. ما في قوالب والله في قوالب، لكن يعني ما عارف إحنا يدنا مشت على الشغل ولا يعني بتلقى إنك أنت شنو محتاج قوالب كتير شديد، وممكن ما تلقى القالب، يعني ما في قالب بتاع شطة. فبضطر شنو انه تنحت الكيك، يعني زي ما بقول بحرفيه بقى اي بالموجود. اي انا من زمان اخواني بكوني انه انت مره مهندسه ومره ميكانيكي ومره ما عارفه شنو، فكل الحاجات يعني اهو بعد تتقطع او تتنحت بالشكل اللي انا عايزاه، تتغلف بكريمه، بتتغلف بعجينه السكر، حاجه زي الصلصال كده، هل معمول منها الورود والحاجات الاشكال يعني. أيوه. الموضوع اللون الاخضر جميل، وين اعتبر المطبخ ما كبير شديد، لكن كده انا اشكال حسب معلوماتي بسيطه،
قصدك النجيله دي؟ اها ممكن. النجيله دي كريمه. كريمه عندها قمع معين بيتعامل به فبتدي الشكل بتاع النجيله دي. الورود والحاجات دي مرات بتكون عندها زي قطاعات صغيره كده بتقطع بها الشكل اللي انت عايزه. العجينه بتجي بيضاء وبتتلون بالالوان اللي احنا عايزينها وبنشتغل بها عادي بتتشكل زي اللعب بالصلصال. ايوه يعني بتتشكل بتاخذ الشكل اللي انت قدرت تديه لها. طبعا يعني بالنسبه للنوع ده من التورتات الابهار بيكون في الشكل اكثر من الطعم يعني بس. لكن هل في نوع كيك محدد هو اللي بيتعمل به التورتات دي ولا ممكن اي كيك سواء كان اسفنجيه انجليزيه او غيره يعني من انواع الكيك؟ يلا الكيكة مثلا الاسفنجية اللي الناس متعودين عليها في الحلواني صعب تخش تحت عجينة السكر لأنها نوع البهبط يعني بتكون خفيفة كده هي أو أي بتكون بكيك الزبدة أو كيك يكون تقيل يعني أو زي الإنجليش كيك بيكون حاجة ماسكة نفسها عشان لما نزول يخط طبقات أو يعمل حاجة كبيرة وعليها عجينة السكر دي مرات بنضطر نغلف بكيلو مثلا فكده حتهبط لو قمت عملتها بالخفيفة الحجم بيكون كبير. ايوه فبنستخدم الكيك اللي هو تقيل شوية دي عشان يدينا الشكل الممتاز ده. جميل. احنا حنتابع مجموعة من الصور ونعلق عليها لمجموعة من الأعمال. ايوه دي كانت الاحتفال بتاع أطفال عايزين يعلموهم انه بعد الصلاة عمرهم 7 سنين ايوه انه الصلاة وكده دي مسلسل بتاع أطفال مكوين عملت منها ال ده كله بيتاكل اللي احنا بنشوفه كله بيتاكل ايوه ما في حاجه بتترمي في الموضوع لا 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 خالص ده دبدوب كوره بدينا نتنحنح معناته الحكايه دي شويه كده بدات تاثر علينا يعني شايف زميلنا المصور شداد ما قادر يصبر يعني بيحرك شويه ده سبايدر مان هي دكتوره بتاعت اسنان طيب انت متى بدات الموضوع ده بقى كبزنس يعني وهل هو بالنسبه للزباين نحن ما حنقول الرقم لكن هل هي غاليه الحاجه دي ولا ممكن تكون في متناول اليد يعني حسب الطلب اللي بيطلبه الزبون؟ والله يلا في حاجات بتكون زي ما بقول في متناول اليد وفي حاجات يعني انت كل ما تكون افكارك كثيره او تكون عايز تطلع حاجه ايوه مبهره شديد بتكلف يعني حتى هي ذاتها بتكلف ما زي التورتات اللي بتتلاقي في المحلات لانه يخش فيها حاجات كثيره والتلوين كثير الشغل كثير ف بتكون اغلى شويه منها جميل الافرام العاديه الموجوده في البيت ممكن تعمل لنا حاجات زي دي ولا لا انت مستعده بحاجات متخصصه اكثر؟ احنا في تصنيع محلي افران بتاعت الغاز دي حاليا انا بشتغل بها هي بتكون كبيره شويه فبتشيل كميه كويسه من القوالب ايوه الفرن العادي حق اللي بتصنع هنا في السودان ده اللي بيشتغل بانبوبة الغاز ده بتشتغلي بيه الحاجات دي أيوة. عشان مرات كده احنا بنحب نتفلسف لا لا لازم فرن بدرجه حراره واضبط الترمومتر فرن الكهرباء صراحه بشتغل كهرباء الغاز بس انت ما بتحبيه ولا لا بيفرق؟ والله انا بالنسبه لي بيفرق يعني بحس انه الغاز ممكن اقدر اظبط الدرجه بتاعت الحراره بتاعته مع انه ما فيه درجات يعني ما بتقدر تقول مثلا انه الدرجه دي 180 او كده الحاجه دي مثلا ممكن تكون اي يعني الا زول متمرس عليها وعارف اصلا حراره الفرن بتكون كيف ثاني حاجه الحجم بتاعه كويس ولو حصلت اي مشكله في الكهرباء فانا بكون سيف سايد بتتعاملي اكيد مع 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 صالات وبيطلبوا يعني بدات الموضه دي تظهر في مناسباتنا يعني أيوة. اللي هي التورته بتكون طبقات دي يعني فدي برضه بتاخذ زمن طويل في تحضيرها؟ بتاخذ كثير في ممكن اسبوع اكون شغاله في تورته واحده في ورود لو كان اسبوع كامل ما بياثر على يعني على طعمها على كذا ولا بتحفظيها بعد ذاك في الثلاجه اللي بتتقفل ديك؟ الكيك بيتعامل قبلها بيوم او يومين فبيتحفظ كويس بيكون طعمه كويس شديد انا قصدي التفاصيل بتاعتها يعني مثلا يكون فيها ورود في مثلا التورته بتكون ورود نازله من فوق لتحت زي النجيل اللي احنا بنشوف الحاجات دي ممكن تتحضر بدري يعني دي ممكن تتحضر بدري العجينه دي ذاتها بتحتاج انها يعني لو ورده حتحتاج انها تنشف فبعملها قبل كم يوم عشان تنشف واقدر لما اركبها يكون محافظه على شكلها وما تحصل لها حاجه ايوه فالزول بيكون شغال فيها من بدري شديد طيب انا تقريبا اذا جتني حد عامل معاه بعشوائيه ممكن اشيل الشطه دي كلها والعامل معاه بعشوائيه كيف نقدر نقطعها عشان بنقدمها بطريقه سليمه للناس
والله طبعا دي بتكون اسوء مرحله بالنسبه لي، كأنه الناس خلاص الشكل حيبوظ. لا بالمناسبه انا منبسط جدا لما اشوف فرحه الناس بقطعه الكيكه وكذا، وانه والله يعني والله كنت متسامحه يعني انا لو تعبت في حاجه زي دي اسبوع راح اشاكلكم حارس المرجو اللي لا لا والله لحظات جميله بتكون جزء من تورتات الزفاف في المناسبات فيها الورود موجوده. هي دي شكلها حجمها كبير نحن لانه تقريبا اكثر من نص الترابيزه هي قاعده فيها يعني قاعده في مساحه كبيره. هم مايلين لانه بقت الاعراس انها تكون طويله اكثر من كبيره. تكون اكثر من طابق كذا. انه تكون عاليه ولا تكون ماخذه الترابيزه. اكبر طوابق عملتيها كم؟ اكبر طوابق حاليا تقريبا سبعة طوابق. تورته من سبعة طوابق. ايوه. ما شاء الله. دي شالته ثلاجه. مرات بيكون في تركيب في الصاله ذاتها يعني بضطر اشيل الطوابق منفصله. اخذتها كلها في حاجات واشيلها امشي هناك الصاله اخذ لي ساعه ونص ساعه اركبها لحد ما اخواني بالتهديف في الموضوع ده شديد عندي اخوي كده معزوم لازم يكون معايا الطابق المكتمل كل حقه حافظني ده غير الشغل بيكون موجود في الثلاجه. طيب مهلا عاوزينك تورينا انت بعينك كيف لمشروعك بالمستقبل واثناء ما بنتكلم يا ريت نقطع العالم بسرعه على موضوع التكتله طبعا طوالي عشان ما يبقى شكل كذا. طيب انا ما عندي مشكله نقطع ونتكلم نديك شرف التقطيع. ممكن تقرح حلاوه المعبع شويه يعني انا ممكن اشيل الشطه كلها في النهايه تطلع حاره ولا حاجه تفضلي. طيب مستقبلا يعني الموضوع ده بتفكري فيه كيف؟ هل حتفتشي لتمويل يعني هل برضه اتجهتي لانه تشوفي بنك او جهه ما تمويلك على اساس المشروع يبقى اكبر يبقى مشغل او يبقى مصنع يعني صغير كده ولا؟ والله الفكره بتاعت التوسيع طبعا عندي ما فكرت في التمويل مبدئيا ما حابه يكون في شراكه احسن لك تكوني براي. احسن لك تكوني براي. ثاني حاجه يعني زي ما بيقولوا ماشي حبه حبه ما مستعجل الموضوع مستعجل. شديد لكن لازم يكون في تطوير يعني لازم تشوفوا حاجه طبعا عم الصمت المكان عم الصمت المكان كلنا بدينا مركزين مع الصوره طبعا التراب ده بسكويت اوريو لا بسكويت ثاني بسكويت شوكولاته شكله فيه. الله ما شاء الله تبارك الله يا طبعا الناس الكنترول مستمتعين معانا برضو بالصوره بالنسبه للثانيه دي برضو لو يعني تكلمنا عنها شويه دي شويه لها علاقه بالثقافه حقتنا احنا بتاعت الحلويات السودانيه يعني ايوه انا من بديت الشغل بتاع التورته ده كان نفسي اشتغل تورته تخش فيها حاجاتنا السودانيه دي يعني احنا الاشكال كلها بتجينا من برا فبتكون مع حاجات ثقافتنا فبحس انه يا اخي لا دايرين حاجه بتاعتنا كده احنا فقمت امبارح لما هنا جاتني الفكره انه انا اشتغل بحاجات الحجات زي ما اقول الفولي والسمسميه والحلاوه عكاز الاضافات دي بتبقى كلها برضو انت بتركزي في الطعم يعني ما بتبقى بس اضافات للشكل ساي يعني برضو أيوة بتكون خاتين والله النوع ده من الكيك لما نضيف له فول سوداني او سمسم طعمه حيبقى كده يعني ايوه بالضبط كده يكون مستساغ يعني كل حاجه عندها حاجات بتمشي معاه زي ما بيقولوا يعني هسه زي الفول بيمشي معاه السكر المكرمل او الكراميل فلو لاحظت الكريمه ذاتها لونها لون الكراميل أيوة. يعني الزول بيشوف اقرب حاجه ممكن تجي معاها وبيشوف راي الزبون ذاته عايز الحاجه عامله كيف وبيعملها له. جميل. احنا والله استاذ مهر رشيد سعيدنا جدا بيك. يديك العافيه. واسفين جدا. يديك العافيه شكرا لكم. شكرا لك جدا. اتمنى انه نلاقيك مره المره الجايه يكون في تكون عملت لك مصنع يعني. ان شاء الله يا رب. بنكرر ثاني انه الابهار مش في الشكل، الابهار انه في زوله واحده هي اصرت انها تعمل المشروع ده شافته قبل كده وعجبها وتابعت الموضوع خشت اليوتيوب وشافته واجتهدت معه وتعلمت واجتهدت فيه يعني. يديكم العافيه. ربنا يوفقك ان شاء الله. اللهم امين يا رب. ما عايزين نعزمه لي اسبوع عشان اعمل لي تورته. عشان يجي حبنيه يقطع لي في 3 دقائق. ما مصبر والله.